avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc. مرحبا بكم في بودكاست اسالك ديال راديو معاليف. اوني افيك مصطفى قديري. سالي مصطفى. بونجور. مهدي النسولي بطل ديالنا. صحاري الله. عبد الله فيلي. بونجور سيري. شكيله ديال الهبال. اوني جمعنا هاد سيت ايكيب كي كروز لا كونيسونس لا ميوزيك بوبولير اي لا كونيسونس ديستوار دو ماروك بور ايسيي دو سو بوزي دي كيسيون امبورطون سور شكون حنايا. اون فيريتي سي سا لو سوجي دو هاد البودكاست, سي شكون حنايا. Alors, غير حنا رضا ديجا تلاقينا, سيتي لا بروميير فوا بريسك بحال اون افي كونيسونس ان بو, درنا على تالو دانت و ليستوار و وي 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 مي لا سا كونتينيو باسكو ان فيت مهدي الى ان بودكاست سميتو المعلمين كيدوز في راديو معارف, كيهز لونجستغور وكيمشي يتسالى عند المعلمين ديال الموسيقى التقليديه المغربيه, كيسجل معاهم وكيجيب لنا شي حنا كندوزو اي بارفو اون دي ديكوفيرت. Et ce podcast SLX, c'est un peu la suite de ce podcast. C'est le débrief du podcast. On va être le podcast, bda, on va être le joumla. Je connais les gars là. Mal, même si t'as l'esprit sur Smaïl, Smaïl. Donc, on est dans un. Dial Dqa, ouais. Mal, Dial Dqa, Gallina. Et là, quand j'ai la corde, Dial Mendir, Pait, il a quand il y a, Ratouli le Moussika, les Kenlab Haram. Ou les Khalita, non, l'axe. Il a Hait ça. Tous les musiqas de l'Nahlal. Ouais. Ou les dirsa. Voilà. Donc c'est-à-dire que les percussions. Voilà. C'est-à-dire que les percussions pures sont acceptées. Il est ici avec le kurda, qui est un instrument différent. Ou même Kboulch. Donc je me suis dit, Radindilo, un podcast sur cette histoire de corde du Mindir et les rapports qu'il y a entre les différentes versions qu'ont les gens de comprendre leur religion et comment la musique qui est vraiment l'âme du Maroc ou Aïchin Biha ou Ta'limnatel Qur'an Biha, parce que c'est comme ça, Mustafa nous a dit, voilà, comment elle peut avoir cette réputation d'être quelque chose de louche. Alors première question, Fselinet Qadia del Kouria del Mindir, il faut qu'on comprenne. انا فاش كبرت مع الدقه في تارودانت نورمالمون الحريفيه اللي تيصنعوا الطريجه ما بقاوش في تارودانت, كاينين في مراكش الحريفيه اللي تيصنعوا الطريجه اللي تيصنعوا الاله. دونك حنا كنا تنمشيو تنجيبوا الكراتن ديال الطارج من مراكش وتنحيدوا لهم الزنانه, تنسميوها الزنانه. والزنانه هي داك الخيط اللي تيكون في الطريجه باش تسمع بز بحال لوفر درايف, شي واحد تعطي ديك لا ساتوراسيون ساتوراسيون تعطيك ديستورسيون, وهذيك نورمالمون كاين الزنانه الحيلة هي اللي تتزنزن لك البندير ولا الطريجة. حنا معروفين تنحيدو هادوك, وكاينين ناس قدام ناس قدام في تارودان بحال مولاي العربي الدراز, مولاي عبد القادر المزوار, هادوك الناس ديجا إلا عندهم العرس وداك الشيء ما تدخلش لهم شي طريجة فيها الزنانة للدار. فهمتي جونغ الناس عندهم فريمون تقاليد بأن البنادر خص يكونوا بنادر الجلد والعود, ما تكونش ديك الزنانة. علاش ما عرفش وحتى الغيطه, انا كبرت ندير الغيطه سيتي مال فيو عند بعض الناس, وسيرتو هذيك الطريجه كي كبرت مع الدقيقيه هما فريمون ديال تارودان تعلمونا بان راه خص ضروري نحيدوا هذاك الخيط. الوغ كيفاش تمشي لمراكش ثاني تنشوف الدقه في مراكش لا عندهم الخيط. دونك علاش سي مال فيو في تارودان ولا الصراحه حتى البندير ما فيهش الخيط والو, حتى البندير ما فيهش الخيط, وداكشي تيعطي عاوتاني هذيك الصوت ديال الدقه فاش تسمعها في تارودان تتبان شويه مختلفه على ديال مراكش. ديال مراكش تسمع الدقه خدامه واني بحال النحل هذيك تسمع ديال حتى واحد البندير كبير في مراكش فيه دوك اللي دوك السرسالات ما كاينش في تارودان. هذاك كاين البندير واني ما فيهش السرسالات دابا التال دابا على تالي دابا عاد ولاو, باسكو البندير نورمالمون ديال الجلد تيخصك قبل العرس خصك تشعل العافيه وتسخن, دابا داروا البلاستيك والسيبو تتزير تاكورد يدير جونغ ليفوليسيون كاينه. C'est extraordinaire le fait justement que je vois ce rigourisme justement في تارودانت لأن il reflète une réalité historique اللي كاينه في سوس إلى غير ذلك, imprégné par voilà le madaris le coranien l'ulama etc qui sont ouverts parce que c'est des réalités sociales gaat qriban يعني à l'exception de l'mkhtar soussi qui ne mentionne pas بانه هاد الفقهاء كاملين راه هما انضام هما شعراء هما مثلا تيشاركوا بحال مثلا ملي تنقرا علي الهزالي سي ان اكبر مفتي في تارودانت ولكن عنده واحد الكتاب سميتو أجوبة الهوزالي وتيحضر الإيم عشار هذا الشيء ديال بوجلود وكذا ويشرح لك كيفاش كذا وشنو تيلبسوا وكذا الأقنعة ديالهم قال لك والموسيقى ديالهم وإلى غير ذلك. هذاك الشيء ديال ولد تيهضر على ولد سيدي أحمد وموسى مثلا انتني
une période jafiha لانه ولكن في نفس الوقت كما قلتي دابا في لي انسترومون وداكشي عندنا une sorte de rigorisme لا mais c'est un rigorisme qui ne concerne pas tous les instruments parce que نتاعها تحيد هذيك الزنزانه سميتها زنزانه زنانه زنانه تحيد هذيك الزنانه من البندير ولا من التعريجه وقسم ولا داكشي غتلعب الغيطه والغيطه ما يهضروش معاك ولا غادي يهضروا معاك لا قال لك اصلا ما فيهاش الغيطه لا ما فيهاش لا ما فيهاش الغيطه انت حطيتي الدقه سيدي الدقه انا دابا التير ممكن تلعب معهم كاملين مع كاع الالوان الموسيقيه انا كنت مع احمد شمع عيسى ومع قناوه مع الملحون مع الدقه دونك الدقه ما فيهاش الزنانه مي الطباله والغياطه هذوك تنسميهم الطباله والغياطه هذيك حاجه اخرى سيدي غنخدموا بالغيطه والطبل طبلوا الغطاء دونك هذيك فرقه اخرى دونك انا التير ممكن نخدم معهم كاملين مي الدقه ما كاينش الزنانه شنو هما كاع هاد الانواع الموسيقيه اللي فتالو انواع الموسيقيه فتالو كاينين كثار كاينين فريمون كثار انا غير باش كبرت كاينين بعدا ولاد سيدي صالح ولاد سيدي صالح تيقول لك هادو تيجذبوا حتى هما وتيديروا بحال الامداح كاينين الدقه الدقه الرودانيه كاين حمادشة الزاويه حمادشة كاين الزاوية القديرية اللي نورمالمون ديال مصطفى هادي الجلالية هذيك مولاي عبد القادر على داك تشوف دونك قديرية جاية من مولاي عبد القادر الجلالي ما تنقولوش الزاوية الجلالية في المغرب نقولو الزاوية القديرية وفيها جلالة فيها جلالة دونك الطايفة الجلالة تتكون في الزاوية القديرية تبعا لمولاي عبد القادر الجلالي دونك كاين الجيلاني بوعلامي بوعلام تنقولوا بوعلام اكزاكتومون عبد القادر يا بوعلام دونك كاينين هادو كاينه هواره تهواري تعاوتاني راه من اصعب لي ريتم في المغرب تهواري صعيبه بزاف فريمون تحسبها كاينه تهواري كاين الملحون والملحون يلفو سافوار كو حنا عندنا القريحه القريحه هي هو الملحون ديال تارودان تخدم بجوج تعارج ما فيهمش الزنانه بلا زنانه دونك اون فيت داكور عندك ان اكزومبل ديال الموسيقى القريحه فوالا القريحه انا كبرت بالقريح ودايور نديرو شي حاجه نعطيكم واحد شويه ديال القريحه ديال اللي كتبها عمر بوري اللي دار معنا بودكاست الله يرحمه الله يرحمه يا هلال يا جيلا مجيده نورك ضوال لا مولاتي رشيده انا ساير الجد علاش يا مالي قولها مالي حيانا لا 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 عدا حيانا لا لا وهي لا لا قال يا سيدي نسعى الله يكمل لي قصدي قريب نسعى الله يكمل لي قصدي قريب من راك برز غاية في المحرب خنت فيك سوت الحجب بين الناس سنة النجب شحال من عبيد وعبيدة يا طول مقامك العظيم من بلدان بعيدة بلا في الوفود دونك هادي قريحة قريحة رودانية برافو عليك كيقولوا لها في دبنات ريت تقول راح ريت تقول راح كاين اللي غادي يشد الطريق بوحدو كيدندن اويه تيقرح كيقرح دونك حنا تنسميوها القريحة القريحة وهادو كيما كبرت انا كان المعلم طونيو الله يرحمه معلم طونيو كان تيدير القريحة تا هو طونيو سميتو طونيو المعلم طونيو طونيو والله الله يرحمه مسكين طونيو كيف فاتتكم مدريد اكزاكتومون وهذا معلم كبير داز في تارودان الله يرحمه معلم ديالاش كان غياط هو المعلم ديال الغيطة فريمون ديال تارودان هو سميتو طونيو طونيو وخلى ولادو معلمين غياطة هما اللي علموني انا سميتو ولاد طونيو ولاد طونيو اكزاكتومون عبد الجرير ولد طونيو وعبد الغالي ولد طونيو الله يرحمهم كاملين ماتوا الله يرحم الجميع دونك هادو كاملين وبوجنان تا هو بوجنان راه درنا معاه بودكاست غياط هو اللي نسيب الكويري ديالنا الكويري ديالنا الكابيتان ديالنا اللي زقل بيلانتي لا زقل بيلانتي كاع بعدا هذاك الماتش وين شو هذا الاحترام شو هذا الاحترام الراجا هذيك هادشي قبل البودكاست الراجا هذيك الراجا هذيك دونك كاينين هاد الناس هادو كاع كبرت معاهم وعلى ما كانوا تيعاودوا لي فريمون المعلمين مع من كبرت وهو ان هادو كاملهم علاش تنهضروا كانوا حريفيه كل عنده الحرفه ديالو كان الخراز المعلمين ايه القشاشبي البلايغي فهمتي كل واحد والحرفه ديالو وتجمعوا الموسيقى الموسيقى, الموسيقى في عاشوره بيان سور عاشوره هي باش تيديروا داك الغور تيسميوها ليله البركه ليله البركه عقل عليها الغور الغور البركه وعاشوره عرفتي شحال من الموضوع عندك هنا الغور ديال البودكاست الغور ديال الدقه واش تنصوبوا تنصوبوا البساط البساط هو واحد ديكور وداكشي تندورو في الشوارع ديال تارودانت
وتنجلسوا في واحد الساحه سميتها مراحل بقر. انت كلك بودكاست. هذا تنعاودي داكشي اللي شفت فريمون. مي علاش هادشي علاش هادشي تديرو سي تري امبورطون باسكو انا دابا كبرت في هادشي دونك انا تنجيب داكشي بغوت ومع لي زاركيولوج تبارك الله ولي زونتروبولوج تيعاونونا حتى حنا هيستوريكمون باش نعرفوا حتى حنا منين جينا ياك نورمالمون سارق هو خصنا نعرفوا شكون حنا اكزاكتو دايور حنا الا جينا حنا مثلا تراديسيونيل تنكبروا كيما مشى معايا السي مصطفى والقديري كنا في مالي واحد الوقت سيغو في سيغو في مالي وتنقولوا لهم عافاك شرحوا لينا هادشي باسكو حنا لا انا ولا المعلمين كاملين حميد القصري ولا المعلمين كاملين تنغنيو شي حوايج اللي ما عرفناهمش اشنا هي بوصو اشنا هي هادي اشنا هي هادي كوبايا ولا كوبايا تركي ليلا كلشي هادشي مثلا مضنقابو ما كاع هاد السميات هادو حنا تنغنيوهم تسمع شي واحد تيغني تيقول لك ما فاهمش ياك تيقول لك موضوع اخر موضوع اخر مي شرحنا نو شرحنا دابا شرحنا شي حوايج شرحنا ما هذيك ودينا واحد المورسو ديال القناوه بقى كيتغنى بامبا ولكن دابا هاد البودكاست دابا الا كنتي باغي ديكودي الهضره من سيكو خصنا نمشيو كلنا بسيكو ونسجلوا بودكاست خرس منك. لا دابا تنقول لك غير فريمون غير كيفاش مثلا حنا مثلا تنديروا واحد الحاجه اللي ما عارفينهاش فهمتيش بغي نقول لك كيفاش تشرحها ولكن عندها الاصول عندها اصول اخرى فوالا دونك دوك الاصول انا بغيت نرجع لو سوجي دو باز لا ما نرجعش اوكي ما عاونونا حيت كاين واحد المورسو تيغنيوه في قناوه كاين اللي باقي كيغنيه بامبارا هضرنا عليه شكون المعلم اللي بقى كيغنيه بالبامبارا عبد اللطيف الله يرحمه عبد اللطيف ولد سيدي عماره ديال مراكش ديال مشي مشينا مع بكاري من تمسنا هي بلادنا بكاري اللي جابنا فيها دقينا وتادنا وفيها ربينا ولادنا واو وشكون بكاري هو اللي جابنا بكاري ملي كنا جالسين ديك الساعه وكنهضروا مع دوك السيد الناس ديال البامبارا وذاك الدري ولد كازا قناوي بدا كيغنيه هكا بالبامبارا وقال له ودي راه كنغنيه وما كنفهموش جلسنا زيد عاود طق ويقول له الطق قال لي الترجمه انا وديها كيفاش لقينا هاد لافاز ملي جيت نهضر معاك قلت لي ودي راه حتى حنا كنقولوه هكا كنغنيوه راه كنغنيوه بالدارجه وقال لي كيغنيه في المعلمين بكري هو ابو بكر بن عمر التوني ولد عم يوسف بن تاشفين ديال المرابطي اللي كان مجوج بلالة زينب النفزاوية لو بروميي ما لو دوزيام بكري تي سيغ اما كاي بكاري دابا دابا كاي tu sais هنا سديتي لي شوف سمعني مزيان ابو بكر لمتوني ديال بن عمر اكزاكتومون اللي مات بن فلاش امبوزوني اي سي سا وي اكزاكتومون ولكن سا سي لو تيزينغ دو بودكاست سور تيغناويت ستوب رجع الموضوع لا كيسيون اي لا سويفون مصطفى بغيت نسولك انت يا اون فاصون دو فوار لا ريليجيون كي كونسيدير كو الموسيقى ايت ليسيت كاين هذا المفهوم كاين موجود شحال واحد ضيع اللي قال هذاك بون لا كارير ديالو على هذا الشيء هذا ماشي مشكل فمشكله ماشي مشكل سي با لو سوجي لو سوجي كومون هاد البلاد كي كلها موسيقى بور موا تري موسيكال لا تري موسيكال تري موسيكال اي ديفير اي ديفير فوالا لا موسيك الفي بارتي فريمون دو تيلير ديالنا بحال دابا غادي يدوزو لي زالموحد الموحدون avec leur rigorisme. Et pourtant, la musique reste. Comment tu m'expliques ça? Comment tu m'expliques que on n'a jamais réussi, quelles que soient les interprétations les plus dures, à faire taire le musical, le qui est né, qui est l'accord, qui est le reta, comment ça se fait qu'il y a ce paradoxe? D'un côté, on a eu des dynasties qui ont été très proches d'un vrai conservatisme, et en même temps, jamais la musique ne s'est arrêtée, fait le bled. C'est l'action sociale, c'est toute l'histoire de la société. Quand je vois la société, par le prisme des documents historiques sur le plan politique, de l'histoire politique, des doctrines, etc., c'est une chose, certes. Mais réellement, sur le plan social, on a dit que nous avons dit que nous avons dit bon, on a dit que le masque de la Tawaïf. On a dit une coexistence. Et tout le monde dit que nous avons dit que parce que c'est associé le Dizawiya. الحمد لله شيا والجيله ديال القديم الزاوية براسهم سون لوش الا مشيتي في هذاك المفهوم المحافظ ديال الدين الزاوية براسها سي كيك شوز كي ني با راه داك الشيء علاش كونت الى بوردي هذيك القضيه ديال الزنانه لو سلافيزم ديال 20 سيكل il va en faire un sujet important حتى غادي يوصلنا سكون ابيل اجوردي داك
le phénomène du fondamentalisme les radis ou rak les années 80-90 à le sujet. Mais déjà à l'origine, kif gadlina, andna di zawiya qui ont structuré l'histoire du Maroc depuis au moins l'époque Ouattasid ou Saadienne. Mérinide déjà. Oui. Mérinide déjà. Tel les Almoravides, les Normorabiton. Mais quand ils ont perdu le pouvoir, ils se sont convertis en Imrabdan. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui le Mrabt, le Morabit, les noms de famille. Amrabt. Amrabt. Amrabt, c'est des Morabiton, quand ils ont perdu le pouvoir, ils se sont convertis en Sophies qui transmettent le savoir. D'abord, l'apprentissage du Coran. Et puis, selon les, etc., les cours d'enseignement à des degrés plus ou moins élevés. C'est la base. C'est la base. Une sorte de sophisme individuel, social, intégré, ayant perdu le pouvoir. C'est pour ça, en Algérie, en Tunisie, même en Libye, tous les lignages marabouts revendiquent une ascendance Messaghir Hamra. Qui renvoie le marabout. Ça fait. C'est Naja. Et la question de la question des instruments de musique ou kada, il n'est pas récente en fait. Il n'est pas récente dans la mesure où pratiquement au début de l'avènement d'une dynastie, Harouina Naïda, wesh l'islam dialk, ou l'ishaïh ou l'adiali anaya. Et pour chercher une légitimité, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On passe par les instruments de musique, par les boissons alcoolisées, par ta pratique religieuse un peu kada, l'orientation de la qibla d'yel kchouya un peu déviée, etc. Donc c'est, voilà, c'est le support d'yel, la revendication d'une légitimation politique. C'est la légitimation politique de la recherche de pouvoir. C'est Marani Chahid qui s'appelle Hok, Bachnigels Anna, on goule Nas, Anna Barry Blasto. On goule les Hedra Machim Slim. Voilà, on goule Blasto, Bachn Slibi, Koum, Hatz Anna, Kanara Sassan. C'est ce qu'ils ont fait, les Almoravides. C'est ce qu'ils ont fait, les Almoravides, Mlijaoul Sijil Massa 1054. لقاو بانه كذا بان كاين الشراب وبانه كاينين لي انسترومون دو ميوزيك كيس كيلزون في قال لك وكسروا ادوات الموسيقى والغناء وخوابي الخمر وكذا كيس كيلا في بنتو مارت باغي سور لو شومان دو روتور دو لوريون نفس الشيء اكزاكتومون باغي Il a dit que c'est exactement ça. Dernièrement, Daesh, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Bah voilà. Les statues, c'est la même chose. En fait. C'est exactement. Les talibans, les statues. Il y a une réalité sociale qui est beaucoup plus forte et qu'à partir du moment selon le rythme dial khaldonien, le rigorisme au début et puis après. Voilà, exactement. Il s'atténue. La réalité sociale est beaucoup plus forte. Attention, on a parlé des Marabdins des Almoravides qui étaient un petit peu isolés. Ils n'avaient ni de weird ni rien. Ils faisaient le métier de l'enseignement et de la transmission de la religion et des valeurs religieuses. Jusqu'au Mérinide, Ouattasid, là, on commence à avoir un chamboulement de ces lignages marabotiques vers quelque chose qui s'appelle les confréries. Par l'ouïrd. Les zawiyas. Ah ouais. Oui, exactement. Le début de l'ouïrd correspond pratiquement à la fin des Mérinides, la perte de l'Andalousie, la perte des repères, la décadence. L'institutionnalisation d'Yel les zawiyas. Exact. C'est à cette période. Oussed, on ne peut pas appeler ça une déviation vers le soufisme. Le soufisme existait déjà auparavant. Et d'accord. L'ascétisme, on a les traces du 10e, 11e siècle. À la naissance, dès le kabbalisme, les juifs, le kabbalisme. C'est le kabbalisme déjà, le soufisme, le salafisme, le tasawufisme, c'est le kabbalisme, c'est un peu comme tout de suite. C'est le cannibalisme. Attention, parce que cela va revenir en arrivant chez Haja Kinsmiwa al-Haylala. Haylala. Heylula. Heylula, ouais, Heylula c'est Eid Jaliud. Ordila m'a l'expression Haylala pour signifier chez Haja Mli Kandiru Haylala. La fête, ouais. La fête, la fla ou l'orna, au kada, etc. Alors, parce que justement, quand on dit le sda. Il y a le jouqa, oui. Haïla, exact. Il y a les dérivés de Hilula, Sahibi.
انا بغيت نطرح سؤال المهدي. المهدي انت كموسيقي لعبتي في كاع الطبقات الاجتماعيه، لعبتي عند الناس، لعبتي في الفستيفال، لعبتي عند الناس لاباس عليهم، لعبتي في الاحياء الشعبيه، لعبتي في مك ياك. واش عمرك واجهتي هاد القضيه باللي انا بنادم كيجي وكيقول لك داكشي اللي كديرو حرام وخصك تحبس؟ وي كيفاش فوقاش وكيفاش كيفاش عشتي هاد القضيه هادي؟ وقعت لينا واحد النهار في واحد العرس بحال مثلا بات العروسه وما عاد جايين عند الدار العريس، وحنا كاينين ديجا في الدار العريس تنتسناوهم في تارودانت وحبسوا قال لهم ودي تيمشيو في حالهم هذوك اللي تيغنيو عاد نجيبوا العروسه. صافي خلصونا حنا، مشينا حنا لقينا من جينا تيوا الناس خلصنا ومشينا بحالنا. عاوتاني واحد مشطة ما عرفت واش تسمع بمشطة، كان واحد الجروب سميتو سوس فايف. اييه سوس فايف راه كان فيه عمورين برك ومشطة الله يرحمه سميتو مشطة، كان تيغني هاد مشطة حتى هو دخل لواحد العرس وداك الشيء ما كان تيغني في العرس قبل 74 هاد الشيء هادشي ستينات. مشطة راه تقدا ديال عمر بوري حتى هو مات عنده شي 90 عام. هاد مشطة وعموري ومشطة حتى هو تيغني اش جاي يدير، جابوا له هو في الثلاثة الليل هو يقول لهم سكتوا عليا هادشي خرجوا عليا. تارودانت دازوا فيها بزاف ديال الحوايج بحال هكذا، ولكن عايشين اونسومبل الناس اللي كيديروا الموسيقى والناس اللي ما كيحملوش الناس اللي كيديروا الموسيقى. دابا راه تتلقى قبيل العريس بغاو الغنى وقبيل العروسه ما بغاوش الغنى وتتح المشكل. الاخرين زعما بغا يديروا لا سيربريز وما تفاهموش ما تطيح الروح حتى تيجريو علينا حنا من الدار. مي سي فري ابار جراو علينا من العرس وداك الشيء فريمون شفت شي حوايج زعما صحابي دقيقيه وداك الشيء تيديروا الموسيقى بغا يتزوجوا وما قبلوش العائله ديال دوك اللي بغا يتزوج بهم ما قبلوش العريس محيث تيدير الغنى. هادي بزاف كاع كثار من جراو علينا في العرس. واش من ناحيه اجتماعيه ولا الدينيه؟ ما عرفتش مي ايديولوجي تي مال فيون في ايديولوجي الا تتكون مع الطبله والغياطه والدقيقيه تي ان بو مال في فهمتي. واخا حيتي الكورد واخا حيتي الكورد تتبقى ديما بس سي لو بارادوكس ديال المغرب معلي بالموسيقى ومهبط الموسيقيين. زنا من الزوايا شي خلى الكورده شي حيدها الموسيقى كلها حرام. سي توت اون هيستوار ايديولوجيك جوستومون ديال لي ايديولوجي باسكو سو سون دي ايديولوجي سون با دي في سوسيو ماشي شي حاجه جايه من المجتمع، شي حاجه جاتنا على الراديو ولا على التلفازه ولا على الكاسيطه. موحدين اش من الراديو اصاحبي من خلال شي لو فواياج. لو فواياج دي بنتو مارت يعني لو مشى لوريون اي سي اون اوريون كيل سي ترانسفورمي كيل سي لوريون. معناش موسيقى لا كيتجوجو في ثقيل لا سي سولون جوستومون سي سولون جوستومون لابروش ديالك لا ريليجيون. تو فو فريمون سوا اوفير اي كومبري مثلا يعني فقهاء كبار ما عمرهم حرموا الموسيقى. كاينين شي وحدين اللي تيحرموا الموسيقى انسترومونتال ما تيحرموش مثلا البندير والتعريجه وكذا وهذه فهمتيني. كاينين شي وحدين اخرين تيقول لك لا داكشي كامل راه حرام لانه كذا. الوغ كولي زاويه مثلا صون هادوك الغناء ديالهم والسماع ديالهم ما كاين والو ما كاين والو. الا شتي دابا شي زاويه مشيتي لها البوتشيشيه مثلا دابا اللي هي كاع سميتو معروفه يعني شنو تدير الموسم ديال المولود الا ما فيهاش مثلا هذاك السماع وكذا. وهذا الشيء معروف تاريخيا من ليبوك ميرينيد فاش انستيتيوناليزات الزاويه بمعنى النادي زاويه اي كومبري دي زاويه اوفيسيال ديال لو بوفوار ميرينيد. إلا تتشوف مثلا أبو الحسن أبو عينان راه بناو الزاوية النسك مثلا في سلاز الزاوية ديال المسارة مثلا في فاس إكسيتيرا وفي هذا الشيء كامل فيها الموسيقى فيها لا روتريت سبيريتويل فيها الأوراد فيها كذا. احنا العبيد عندنا الزاوية سيدنا بلال. تما العبيد؟ العبيد وين؟ كيفاش العبيد؟ دابا العبيد دابا احنا هنا في المغرب تما العبيد؟ انتم في كازا تتقولوا قناوة وشكون احنا بعدا؟ وراه دابا كازا مثلا والشمال تيقولوا قناوة احنا راه في الجنوب كامل سواء اسم كان سواء العبيد هكذا كاينة ولا ما كاينة؟ باقي تنقولوا احنا العبيد. إيه بان سي ان بوشان بودكاست فوالا عرفتي جو نسي با اش غيتجبد من هذا البودكاست لي كونكلوزيون اللي غتوصلوا ليهم. وانا في ce qu'on a vu au Choukran. Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc.